أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم شيت الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها مانشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. وبالفاصل نبدأ بالصحافة المحلية بإذن الله، ابقوا معنا. نستهل جولتنا من صحافتنا المحلية وبالتحديد من صحيفة القبس التي كتبت: بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب. وفي السياق ذاته عنونت صحيفة الأنباء: المجلس يجدد الثقة بوزير الداخلية بعد تصويت على الطلب بموافقة 13 نائبا على طرح الثقة بالوزير ورفض 35 من أصل الحضور البالغ 48. صحيفة النهار تناولت إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استلام استجواب مقدم من نائب الدكتور عبد الكريم الكندري واستجواب آخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته، وسيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر المقبل. عنوان آخر في صحيفة الجريدة: الحريري يشكر الكويت على إعادة بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت، اطمأن على صحة سمو الأمير في اتصال هاتفي مع سمو نائب الأمير. ما في صحيفة الشاهد مشاهدينا: نقلت عن وزير التربية وزير التعليم العالي هذا المانشيت. وزير التربية: لدينا خطة لفتح ما يقارب 200 مدرسة جديدة خلال 5 سنوات. وننتقل إلى صحيفة الرأي التي كشفت أن نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي التكميلي 2019-2020 والمحدد موعد إعلانها في 20 من شهر سبتمبر المقبل ستعلن كما في كل عام بنسب النجاح في القسمين العلمي والأدبي والقسم الديني. مشاهدينا مانشيت الصحافة مستمر معكم، لكن بعد هذا الفاصل ونتجه بعدها إلى الصحف العربية والعالمية. صحيفة لوموند الفرنسية أبرزت خطورة الوضع في الشرق المتوسط وعنونت: ألمانيا تحث اليونان وتركيا على عدم اللعب بالنار في البحر المتوسط في مهمة توفيق بين اليونان وتركيا. لم يخف وزير الخارجية الألماني هايكو مايس الكلمات لإقناع محاوريه بحل مزاعمهم بالسيادة في شرق البحر المتوسط من خلال الحوار، وحذر الرئيس الدبلوماسية الألمانية من أن الوضع السائد في هذه المنطقة يرقى إلى اللعب بالنار. ونقلت الصحيفة عن ماس وصفه الوضع بالحرج، حيث تجري حاليا مناورات عسكرية متنافسة قبال جزيرة كريتا وهي لعبة خطرة تضع المنطقة تحت تهديد الصراع، وحذر ماس أدنى شرارة يمكن أن تؤدي إلى كارثة. أعربت روسيا عن انفتاحها على التعاون مع تركيا في إنتاج الطائرات المروحية وتقنياتها. جاء ذلك على لسان أندري بوغونيسكي المدير العام لشركة مروحيات روسيا التابعة لشركة رويستخ الحكومية الروسية للصناعات الدفاعية. وحسب صحيفة ياني شفق، فإن بوغونيسكي أشار إلى تسليم بلاده 3 حوامات مخصصة لإطفاء الحرائق إلى تركيا، وبيّن أن هذه الصفقة هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. أكد نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أنه يقبل بقرار المحكمة الخاصة بلبنان في الأسبوع الماضي
لكن مقتل والده عام 2005 لم يحدث في فراغ سياسي وتاريخي، وأكد بهاء الحريري في تصريحات لصحيفة الاندبندنت أن كل الإشارات تشير إلى ضلوع حزب الله وسوريا في مقتل والده رغم تبرئة المحكمة لهما من التورط في الاغتيال. وأدانت المحكمة سليم جميل عياش بخمس تهم متعلقة بشاحنة مفخخة قتلت الحريري وواحد وعشرين شخصا في بيروت 2005، وبرأ القضاة الثلاثة متهمين آخرين بتهم التواطؤ في الجريمة. التطورات الأمنية الخطيرة على خلفية إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل أمريكي من أصول أفريقية نالت اهتمام صحيفة الجارديان، فقد قتل شخصان بالرصاص وأصيب آخر عندما فتح مسلح واحد على الأقل النار على متظاهرين في كيونوشا بولاية ويسكونسن وسط مظاهرات ضد إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك قبل ثلاثة أيام. وقال مسؤول الأمن في المقاطعة أن شخصا أصيب برصاصة في الرأس وآخر في الصدر، وأصيب شخص آخر برصاصة في ذراعه، ولم يتم التعرف على الضحايا. صحيفة لوس أنجلوس نشرت تقريرا يبرز اختلاف نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على أمريكا أولا مع رؤية المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن القائمة على دور أمريكا في العالم. وبناء على هاتين النظرتين تتباين مواقفهما في السياسة الخارجية بشكل واسع. وجاء في تقرير أن سياسة الرئيس ترامب الخارجية المتجسدة في فضيحة السلاح لأوكرانيا وخطة سلام فاشلة في الشرق الأوسط وإهانة الحلفاء والتقرب من الطغاة كانت واضحة للعيان. ويعد المرشح الديمقراطي بايدن بتغيير أجندة السياسة الخارجية والتركيز على الانضباط والانسجام في محاولته لتفكيك إثر ترامب، وسواء كان بايدن قادرا على حل أي من المشاكل الدولية التي تواجه الولايات المتحدة أم لا فهو أمر غير معروف. لكن بايدن خلال سنواته كنائب للرئيس وسيناتور يمكن الاعتماد على تاريخه في السياسة الخارجية فيما يعتمد ترامب وباعترافه على حدسه. أما في صحيفة ذا هيل وجد استطلاع للرأي أن بايدن يتقدم في الولايات التي تشهد معارك لكن يشدد السباق. يقود المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الرئيس ترامب عبر ست ولايات رئيسية معارك أمامها بأقل من ثلاثة أشهر قبل يوم الانتخابات وفقا لاستطلاع جديد لشبكة CNBC Change Research صدر يوم الأربعاء. يتصدر بايدن ثلاث نقاط بشكل عام في الولايات الحرجة مثل أريزونا وفلوريدا وميشيغان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن. يحتل بايدن الصدارة في جميع الولايات الست لكنه لا يتعدى نقطة واحدة في نورث كارولاينا ونقطتان في أريزونا وثلاثة نقاط في فلوريدا وبنسلفانيا. ذهبت ناشونال انترست إلى عدم استبعاد أن يؤدي الوضع سريع التطور في بيلاروسيا إلى أحداث أكبر تحول الوضع الأوروبي الراهن منذ الأحداث في أوكرانيا عام 2014، وتساءلت عن مدى احتمالية تغيير النظام في مينسك وهل يمكن لروسيا أن تقوم بعمل عسكري واقعيا لإحباط هذا التغيير، وهل من الممكن أن يؤدي الصراع الأولي من أجل الهيمنة في بيلاروسيا إلى مواجهة أوسع بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى مقال اليوم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا مقال اليوم من صحيفة النهار بعنوان لم يغير تفجير بيروت سلوك الطبقة السياسية. يرى فيه كاتبه سركيس نعوم بأن تعاطي الطبقة السياسية المتحكمة بلبنان من داخل السلطة وخارجها مع المسؤولين الكبار الذين زاروه بعد مجزرة بيروت ومرفئها وفي مقدمتهم رئيس فرنسا ماكرون أثبت لهؤلاء وبالملموس أنها المسؤولة الأولى عن عدم شفاء دولته وشعوبه من عللها بعد حرب نيفن وخمسة عشر سنة رغم اتفاق الطائف الذي رعاه العرب والمجتمع الدولي.
ووافق عليه مجلس النواب اللبناني بين أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، وقد عبر أحدهم بصراحة وجرأة ووضوح عن ذلك بقوله أمام أصدقاء ومعارف التقاهم في بيروت قبل عودته إلى بلاده بالقول: لم يتغير شيء في سلوك القادة اللبنانيين بعد المجزرة، فالناس في هم مضن والقادة في هم آخر شخصي وسياسي ومصلحي. هذا الأمر يلمسه اللبنانيون الذين وحدهم هول المجزرة وفداحة خسائرها في البشر والحجر، وأن من دون أن يلغي من أعماق نفوسهم وقلوبهم والعقول المذهبية والطائفية والولاء العشائري والزعماتي. على عكس من ذلك ربما، فإن اللهجة الطائفية المذهبية بل اللغة صارت أكثر علانية، كما أنها فتحت الباب أمام التمهيد للبنان آخر أكثر انقساما وشكا وخوفا في شعوبه على حد تعبير الكاتب. وهذا ما دفع العالم إلى التدخل، ليس لفرض الحلول في البلاد بل لإقناع الطبقة السياسية على التغيير. إذن مشاهدينا، أما الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير، لكن بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا، كاريكاتير اليوم نطالعه من صحيفة القدس ونراه معكم على الشاشة. إذن يستمر الاحتلال الإسرائيلي في تكبيل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومزيد من الانتهاكات فيها، نسأل الله لهم السلامة جميعا. إذن مشاهدينا، بهذا الكاريكاتير وصلنا إلى ختام حلقتنا من مانشيت الصحافة. ما يسعدني أشكركم على المشاهدة، ونلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم في أمان الله.